صباح الخير. بمواجهة الإرهاب هل تكفي إضاءة الشموع؟ أدوات مواجهة الإرهاب العاصف خجولة، فلا الاحتياطات الأمنية ولا حتى إعلان حالة طوارئ بأكثر من عاصمة أوروبية كافيين. مثل الفطريات السامة عم بيتفشى الإرهاب بالقارة العجوز، والأنظار اليوم إلى فرنسا وألمانيا، لكن العالم بأسره من بنغلاديش إلى كابول والشرق الأوسط ضحية الفكر المتطرف. ورم خبيث مطلوب استئصاله من الجذور، تجفيف منابع الإرهاب مسؤولية أممية، وفرانكنشتاين يلي خلق المخلوق المسخ من واجبه القضاء عليه. أي بلد هو الآمن اليوم؟ سؤال بيطرح نفسه، لكن الجواب بسيط، إنه الإرهاب وباء عالمي وكل الدول معرضة لأعمال إرهابية. لبنان يلي نال حصته من العمليات الإرهابية والانتحارية عم بيطلع إلى موسم اصطيافي مزدهر، فالاغتراب اللبناني هو خزان السياحة الأول، والمناطق اللبنانية يلي ارتدت حلة المهرجانات ناطرة عودة أهل البيت من المهجر. بين التوقعات والأرقام كيف هي الصورة اليوم؟ كل التفاصيل مع زميلنا خالد أبو شقرة. أكتر شيء اللي عم يشجع يجي على لبنان مغتربين. هلا لو بنعمل أكتر دعاية للبنان ومنقول إنه بلد أأمن من كل الدول العربية، معقول يجوا، بس هن على البروباغندا تبعيتهم مثل كأنه بدهم يكسروا السياحة بلبنان، مع إنه لبنان أأمن بلد لهلا. الكتار من الناس بيشاركوا هالسيدة رأيها، حتى انه المنطق بيفترض انه تكون صيفية لبنان هالعام مزدهرة، على اساس انه لبنان قد يكون الوجهة الاكثر امنا وامانا بين دول المنطقة عموما والسياحية منها خصوصا، وانه الارهاب والتفجيرات ما عادت تتميز بين لبنان او اي دولة اخرى. فهل عم يتطابق هالمنطق مع الواقع؟ وهل اثرت الاوضاع بالخارج ايجابا على الوضع الداخلي بلبنان؟ ما اثر، لانه الوضع بلبنان حسب الاعلام الخارجي ما في شغله سيئه الا ما الاعلام عم بحطها اون ريلياف، واللي عم بتضر بلبنان وبالسياحه وبالاقتصاد بلبنان. بدل ما نفرجي نحن لبنان بالصوره المشعه تبعيته بجمالاته باللي عم بيصير هلا مهرجاناته وين ما كان، بنصير نفتش وين نلاقي شي زباله نصورها او شي سمكه ميته ونعمل ضجه عليها، وهيدي عم بتضر جدا بالقطاع السياحي وبالاقتصاد الوطني. السنه الصيفيه بلشت منيحه، يعني اجمالا خلال شهر رمضان بلشنا نستلم حجوزات لفتره العيد، كانت كتير حلوه. بصراحه من وقت المشكله اللي صارت بالقاعه تاثرت كتير الحجوزات، وخصوصي من وراء الاخبار اللي طلعت على منطقه جوني وجبال وناس كماشون وهيك، بلشت تخف كتير الحجوزات. وحتى نسبة المغتربين اللبنانيين السنة قليلة كتير، السنة الماضية كانت أفضل. بعرف أشخاص بيجوا من برا، لحديت اليوم مع كل سنة لورا، كل سنة لورا لورا لورا. ما فيني فسر لك كيف مبين على الطرقات بالمحلات بختو بيرسون نو ترافاي. أنا من رأيي أنا جدا كنا بنمشي البلاج من زمان الموند الموند راح مالوريزمون. لغاية اليوم اللبنانيين المغتربين ما زالوا عم بشكلوا النسبة الأكبر من الوافدين إلى البلد، مع غياب كبير للسواح العرب والأجانب، وهو الأمر اللي عم ينعكس بشكل كبير على حركة إشغال الفنادق اللي ما عم تتعدى 60%، وعلى حركة الأسواق التجارية اللي ما زالت ضعيفة. ما خلصت الصيفية، ما صرنا أول آب، شو بعد فيها الصيفية؟ يعني الأجانب أي متى بدهم يسافروا أو المغتربين؟ يعني المهرجانات غير مهرجانات ما في، المهرجانات اشتغلت والأسواق التجارية واقفة. بالوضع الحالي بعتقد الألمان كألمان هن مترددين لدرجة ما، بس بعتقد
الأهل البلد واللبنانيين من أصل لبناني أغلبهم إجوا. مش لبنانية كيف بيجوا على البلد، بس اللبنانية بتقب بفضلوا عطول بلدهم. سواء حرب ما في. خايفانين كتير، بيقولوا لك ما في أمان، ما في أمان بلبنان، بيقولوا لك بخافوا إذا بينزل هون ممكن المطار يسكر، ممكن يصير في أي الانفجارات، الأشياء اللي عم بتصير كلها هيدا عم بتعطي صورة عن لبنان غلط للخارج. المقومات السياحية الموجودة بلبنان والمبادرة الفردية اللي بيتمتع فيها الشعب اللبناني تسمح له إنه يقلب المعادلة ويحقق ازدهار ما إله مثيل في حال توفر الأمن والاستقرار السياسي. لو ينتخب رئيس جمهورية اليوم، بكرة ببطل في مطرح بالفنادق بلبنان. بدنا إذن الاستقرار. منتابع حلقتنا، رحل محمد خان أحد أهم مخرجي السينما الواقعية. محمد خان مخرج باكستاني الأصل، حصل على الجنسية المصرية وقدر من خلال مسيرة طويلة أنه ينقل السينما المصرية من النمط التجاري إلى مستوى إبداعي عالمي. زوجة رجل مهم، طائر على الطريق، أحلام هند وكاميليا وآخر أفلامه قبل زحمة الصيف، 24 فيلم طويل شكلوا علامة فارقة بتاريخ السينما المصرية، والجوائز يلي حصل عليها أدخلته بالحلقة الضيقة للمخرجين الكبار. غادر المخرج محمد خان حامل معه من خلف عدسة الكاميرا هموم المواطن البسيط، أحلامه وهزائمه. تقرير. هتخبط على الباب جامد، العساكر وراك، هتخش معايا أمر تفتيش. محمد خان أبو الفقراء، حامل هموم المجتمع المصري الفقير بزوياه وخفاياه، حكي حكايات الناس الطيبة والمهمشة، صورهم بأفلامه مع فتاة المصنع، زوجة رجل مهم، أيام السادات، ضربة شمس وغيرهم. كان يقول الفن هو وسيلة تعبير الفنان عن وجهة نظره، هو بيقدر يقول يلي بده إياه من خلال أعماله، وهون بتكون الرسالة أوضح. رحل مخرج السينما الواقعية عن عمر 74 سنة بمستشفى بمصر بطريقة مفاجئة. بدأ محمد خان يشاهد الأفلام من شرفة منزله عام 1956، سافر للندن لدراسة الهندسة المعمارية، لكن انتقى بشاب سويسرا عم يدرس السينما، وكان حافز لأنه يترك الهندسة ويلتحق بمعهد السينما بلندن. بعد عاد على مصر وعمل بحقل السينما وبشركة إنتاج مع أبو سيف سنة 1963، ثم انتقل للعمل بلبنان مع مخرجين لبنانيين أمثال يوسف معلوف وديع فارس وغيرهم. بدايته السينمائية كانت مع فيلم ضربة شمس سنة 1978 يلي كان من بطولة نور الشريف، وبعدها طائر على الطريق سنة 1981، ومن أبرز أفلامه زوجة رجل مهم وأيام السادات يلي قدم من خلاله عبر الممثل العملاق أحمد زكي وثيقة سينمائية بتجسد أهم ملامح الرئيسية بحياة السادات منذ بداية اشتغاله بالسياسة، مروراً بوصوله لمقعد الرئاسة، وانتهاءاً باغتياله بستة أكتوبر 1981. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة بأي مقياس عسكري، قامت بها القوات المسلحة يوم السادس من أكتوبر، حيث تمكنت من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة جسور لها، بعد أن أفقدت العدو قدراته وتوازنه في ست ساعات. كانت المسمحة مع أفلام عديدة ومهمة ليحتوي رصيده على 24 فيلم سينمائي.
جال بأفلامه على مهرجانات عديدة حول العالم، ومنها مهرجان دبي السينمائي يلي كان لنا لقاءات خاصة عبر برنامجنا معه. المرة الأولى مع فيلم فتاة المصنع يلي حصد جائزة الصحافة الدولية كأفضل فيلم روائي طويل بالدورة العاشرة، وحصدت ياسمين الرئيس جائزة أفضل ممثلة. وبالدورة الأخيرة من المهرجان شارك محمد خان مع آخر أفلامه قبل زحمة الصيف. أنا الدكتور يحيى قاضي، مجدة مراتي، ما فيش غير احنا الثلاثة في القرية، فاحنا لازم نتعرف. هلا ست، شاليه 42 صف تاني. بس يعني هو اللي بيجذبني دايما لما بقفل مع الناس بعيوبها بمزاياها، أهم حاجة يبقى في صدق، يعني ما بقاش في كذب، وده اللي أنا حاولت في الفيلم ده. مين ده يا بنت اللي حاطة في وسط هدومك يا وسخ؟ حظي هو اللي قال لي امشي ورا قلبك، يا جوز عشان بقى عندي 21 سنة، ويا لهوي لما الواحدة مننا تكمل 21 سنة. خان المصري حمل هموم شعبه، ترعرع بشوارع مصر من أب باكستاني وأم مصرية، طرح أفلام سياسية، جال على مهرجانات، رافع اسم مصر، لكنه ما حصل على الجنسية إلا بقرار جمهوري عام 2014 قبل رحيله بسنتين. انتماء بيجي من الناس مش الأرض وكلام ده، ده بيجي من الناس يعني. ويمكن أحلى كلمة قالت لي بالنسبة للجنسية إنها جاية من استفتاء شعبي. ومع رحيله رح تفقد مصر أحد أبرز مخرجي السينما الاجتماعية يلي رحل من دون ما يشهد على تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالدورة القادمة من خلال كتيب بعنوان سينما محمد خان. إنهم يتذكروا الأفلام، هي الأفلام اللي هتعيش مش احنا. متابعين حلقتنا مع فقرة كتار بينتروها، وهي فقرة السؤال اليومي. وسؤالنا لليوم، إذا بتتذكروا من الأمثال الشعبية، في ببالك هلأ شي مثل شعبي بتتذكريه جوال؟ ايه طب الجرعة تمة بتطلع البنت كتير، يعني بديهة كتير عن جد. أو مثلا عصفور على الشجرة، كيف؟ بالإيد ولا عصفور على الشجرة، هداك حافظته أكثر. الباب اللي بيجيك منه ريح صد واستريح. ما بعرف شيء والله. عصفور بالإيد ولا عصفور على الشجرة؟ ايه مثل شعبي. طب الجرعة على أمة تبطل البنت أمها. طب الجرعة على أمها بتطلع، طب تمها على ربعها هادية، طب الجرعة على تمها بتطلع بنت أمها. عض بساطك مد إجريك، بهالأيام ما فينا مد إجرينا. ها يلي ماشي على إجريك ما بيعرف يصير عليك، اللي ماشي على إجريك ما بيعرف يصير عليك. إن أكرمت الكريمة ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرد. مثل عين الحسود لا تسود، يعني الحاسد عمره ما بيكون منتصر. يديك ما تصيح كل شيء بوقته منيح منيح هيك. منيح بك بك بكيك. كوكو كوكو. ان الله مع الصابرين، ان الله مع الصابرين، بيصبر بيوصل. اكبر مشكله بتحلها الوقت، صبر. الحمد لله صابرين. لا ما اسمي صابر انا. مثل المثل، ايه عندي مثل حلو كتير لكم، الناس بالناس والقط بنفاس. مثل بس نقطه سؤال بس. قل لي من تعاشر اقول لك من انت، ان الطيور على اشكالها تقع. مثل البعد عن النسوان، البعد عن النسوان شو جحيم، والقرب منه جحيم. في مثل كمان تاني إذا بدك، ما تعطيني سمكة علمني كيف اصطادها. أنا ما أرض بسوي بدخيلي، ما عندي أمثال أنا. مطائر سطارة وعدلة إلا وثقت. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. قالوا شربوا نيش بيأكلوا بيشربوا بيناموا. بياكل على درسه بينفع نفسه. مثل ما مين بصف صويني قال انا حلواني، مين ما مين بصف صويني قال انا
حلويني صف صويني على الفاضي. مثلنا لليوم بيقول الحلو حلو لو فيه من النوم، والبشا بشا لو تحمم كل يوم. هاشتاك صافي الحساس. يا حبيبة قلبي شو أخبارك أنت؟ مستقبل، يا أهلا وسهلا.